بدأ العد التنازلي للانتخابات الرئاسية، كلها أيام وتبدأ أول جولة في السباق الانتخابي بتصويت المصريين في الخارج، تحديدا يوم الأول من ديسمبر. بعدها هنستكمل جولة أخرى بتصويت المصريين في كل محافظات مصر، حوالي 67 مليون ناخب مدعوون للانتخابات. مع انطلاق هذا الماراثون عندنا سؤال مهم جدا، إزاي ممكن نشجع المواطنين على المشاركة بقوة في الانتخابات؟ إيه الدور اللي ممكن تلعبه المؤسسات المعنية بتوعية المواطن للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ أسئلة كتير هنطرحها النهاردة على ضيفتنا في الاستوديو إيريني سعيد، الكاتبة الصحفية والباحثة الأكاديمية في العلوم السياسية. أهلا وسهلا بك أستاذة. تحياتي لحضرتك. أهلا بحضرتك. إزاي نشجع الناس إنها تنزل وتقول صوتها وتدلي بصوتها؟ وده حاجة ما خدناهاش بسهولة، يعني قعدنا سنين بنحاول ندور على دور لينا، وأخيرا بعد ثورة 30 يونيو أعتقد إن ده بقى شيء متاح لينا جميعا، حق واخدناه، ازاي الناس تتنازل عنه؟ خليني بس مبدئيا ابدا بالجزء الاخير من سؤال حضرتك، وهو اللي هو لم ناخذ يعني قط قليل، ولكن كان وقت كبير جدا لحد ما وصلنا لهذه المشاركه السياسيه اللي بننتظرها من الجماهير المصريه. ربما المشاركه السياسيه في حد ذاتها تعد يعني معيار مهم جدا على يعني قيمة الدول، ومعيار مهم فيما يخص مدى ديمقراطية الدولة. هل هذه الدولة ديمقراطية؟ هل بننعم بمناخ سياسي جيد؟ يظهر جيدا فيما يخص المشاركة السياسية. أما لو تراجعت المشاركة السياسية بالتالي لدينا جودة سياسية أو حياة سياسية ليست على ما يرام. أعتقد أنه مؤخرا وبعد الثورات اللي شهدناها في مصر بنلاقي أنه في مشاركة سياسية جيدة، حتى أنه مصادر الإعلام كلها أو وسائل الإعلام تصدرت المشاركة السياسية، ومش بس التوعية، لكن تخطينا مرحلة التوعية لمرحلة الإشادة بهذه المشاركة السياسية. خليني أوضح أن المشاركة السياسية بتتم على مرحلتين، ربما المرحلة الإجرائية وهي المتعارف عليها للمواطن العادي، وهي أنه ينزل يصوت للانتخابات لمرشح بعينه، ربما يشارك في حزب بعينه أو يشارك في مؤتمر سياسي أو منتدى سياسي. هذه هي المشاركة السياسية الإجرائية، أنه اتخذ إجراء. من هنا أقدر أقول أنه هذا المواطن عنده حالة من المشاركة السياسية، لكنها في مفهومها الموجز ولكنه أيضا الأعمق، وهو كيفية التأثير على صانع القرار. ربما إذا أردت أن تؤثر على صانع القرار لك أن تنزل في الانتخابات القادمة. ده اللي يعني بيكمن في أهمية أيضا المشاركة السياسية. لو جينا نتكلم عن أهمية المشاركة السياسية نبدأ بالعكس، أنه ليست فقط في أنك مشاركة تضامنية أو حتى كيف تكون إيجابية، لكن أيضا مجرد أنك لو تريد مطالب بعينها، لو لديك حياة أو تنمية أفضل، بالتالي يجب أن تنزل في الانتخابات القادمة أو أن يكون لك مشاركة سياسية بشكل أفضل. المشاركة السياسية ليست على مستوى المواطن العادي، لكنها أيضا على مستوى المؤسسات. تبدأ من المؤسسات التنفيذية وحتى المؤسسات التشريعية. القضائية طبعا وهي مستقلة لها أيضا مشاركتها، لكن كيف تصل هذه المشاركة إلى الإنسان أو المواطن العادي؟ تأتي من خلال المؤسسات اللي ذكرناها، تنفيذية وتشريعية، وحتى الأحزاب والنقابات والمجتمع الأهلي والمدني. ده كان سؤال أستاذة إيريني، يعني إيه المطلوب من الكيانات السياسية والأحزاب السياسية لحث المواطنين على المشاركة ورفع مستوى أهمية المشاركة السياسية في استحقاق دستوري مهم للدولة؟ الأحزاب السياسية أقدر أقول إنها قاطرة الحياة السياسية، يعني أي دولة لديها حالة من التعددية الحزبية بالتالي هي على الطريق السليم. عندنا في مصر الأحزاب السياسية بعد 2013 كنا بنشهد حالة من السيولة الحزبية، هذه السيولة الحزبية بدأت إلى حد كبير تبقى يعني مصنفة ومبندة تحت بنود ما بين أحزاب يسارية وأحزاب وسطية، وفي بعض الأحزاب اللي عندها الفكر المعين أو أيديولوجيا معينة. لكن خليني أبدأ، لو الأحزاب السياسية كيف توعي المواطن، بتبدأ هي أيضا من مستويين. ربما ما ساد عن الأحزاب السياسية فيما يخص كيفية توعية المواطن جاءت في إطار أنه الحملات والتوعية بأهمية الانتخابات والتحرك في حملات دعائية وحملات ومبادرات، لكن الأهم من كل هذه الأمور أن الأحزاب السياسية هي لها أن تسلك مسلك مهم جدا منذ نشأتها وحتى فيما يخص المسار الطبيعي لها، وهي قائمة على توعية المواطن وكيفية تثقيف المواطن سياسيا.
ارجع مره تانية مع حضراتكم لما ذكرت انه لازم يكون على مستويين، المستوى الداخلي داخل الحزب نفسه، كيف الحزب يوعي اعضائه او كوادره وكيف ينطلق الى الراي العام، لانه ما نقدرش ننكر انها ابرز موجهات الراي العام، الاحزاب السياسيه هي كفيله بتوجيه الراي العام لما فيه يعني التنميه السياسيه. الحزب بالداخل له ايديولوجيه، له فكر، له أيضا برامج وله توعية وله مبادرات مهمة جدا في داخل هذا الحزب. أيضا علشان يكون لدي مواطن يعني لديه حالة من الانتماء الوطني لابد أن نكون على دراية بأيديولوجية هذا الحزب أو الأيديولوجي أو الفكر الخاص بهذا الحزب. كيف يفكر هذا الحزب؟ يعني هل هو يساري في تفكيره؟ هل هو متطرف في تفكيره؟ هل هو لديه أجندة معينة ليست وطنية يعني يسعى إلى تحقيقها؟ بالتالي أن التوعية تبدأ من داخل كيف يفكر أيضا هذا الحزب وهل يؤتمن على كوادره؟ صحيح. بالتالي ده في الداخل. أيضا التنمية السياسية والتي تأتي أيضا من خلال الثقافة السياسية، كيف أيضا يعني يكون لدى أعضاء هذا الحزب أو كوادر هذا الحزب أو المواطنون والذين ينتمون إلى هذا الحزب أو ما يخرج إليهم الحزب من الرأي العام، كيف يمدهم بالتنمية السياسية أو القدر السياسي المعقول والذي نحتاجه، لأنه لدينا فرق أيضا بين الممتهن للعملية السياسية والممارس للعملية السياسية، كل شخص من حقه أن يمارس العملية السياسية. بالتالي ده حق يكفر لنا الدستور والقانون لكل المواطنين لكل الفئات اليوم حق التصويت، ده حقيقي. فهذا الحزب له أهمية في أنه كيف يؤثر على المواطن في المشاركة السياسية. بدأنا من المستوى الأهم وهو من الداخل، كيف ينميه سياسيا وكيف يوعيه سياسيا وكيف يكون لديه على الأقل القدر الأدنى من المعرفة السياسية، وده من خلال السياسات الحزبية الداخلية والفكر الحزبي والبرامج الحزبية وأيضا حملات التوعية والدعم السياسي أيضا والتوجيه. أيضا من الخارج أو خارج هذا الحزب الأحزاب مهمة يعني عالية جدا فيما يخص الحياة السياسية، خصوصا في استحقاق كما نشاهده، وهو التأثير على صناعة القرار، هي أيضا لها التأثير على صناعة القرار فيما يخص قد يكون هذا الحزب من الحكومة. الأغلبية الخاصة بالأحزاب هي من تشكل الحكومات في النظم الديمقراطية، قد يكون من الحكومة، قد يكون هذا الحزب له أغلبية وتحالف في البرلمان، قد يكون أيضا هذا الحزب من المعارضة. في كلا الحالات أو في كافة هذه الحالات لهذا الحزب إمكانية التأثير على صانع القرار، إما من خلال الحزب الأغلبية الخاصة به أو من خلال الوزراء التنفيذيين الخاصين به أو من خلال أيضا كمعارضة من أجل الضغط. أيضا أهم صور أو استراتيجيات التأثير تأتي في صياغة القوانين، هو من يصيغ القوانين يتقدم بها إلى المجالس التشريعية كما ذكرنا من خلال صوره أو نوافذه الموجودة في البرلمان، إما وزراء معنيين أو حزب أغلبية مشكل داخل البرلمان. طيب كلها أيام ويبتدي جولة تصويت المصريين في الخارج، إزاي شايفة الجاليات تقدر تحث المواطنين على المشاركة بقوة في عملية التصويت؟ هي دي بتكون يعني ليست الجاليات لكن أيضا البعثات المصرية ربما المنتشرة حوالينا في أكثر من 127 دولة. أعتقد أنه بدأت الهيئة الوطنية أيضا من داخل مصر إنها تدعو المواطنين للمشاركة، وده من أبرز مهامها، وده اللي بتسجله أيضا البعثات خارج مصر، دعوة المواطنين للمشاركة من خلال أيضا إلمامهم بالبرامج وإلمامهم بضرورة المشاركة، لأن معظم هذه الأحزاب والمعنيين بالمشاركة السياسية إن كانوا منتشرين داخل البلاد في أمانات لكنهم أيضا لهم كوادرهم خارج البلاد ليس من داخل الأحزاب ولكن أيضا المعنيين من داخل البعثات الخارجية لمصر. وده اللي بنتكلم فيه إنه لدينا ممارس للعمل السياسي ولدينا ممتهن للعمل السياسي. أعتقد أن الممتهنين داخل هذه البعثات هم أقدر بالخارج على دعوة المواطنين. أيضا بدأ الأمر من خلال الوزارات التنفيذية، وزارة الهجرة ربما عقدت صحيح. الوزيرة من أكثر من 3 أسابيع وعملت جولة حتى سافرت جولة أنها تدعو المواطنين للمشاركة. أعتقد أنه كمان التسهيلات أنه من حقك في أي مكان من خلال القاعدة اللي قاعدة البيانات اللي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، أعتقد أنها جميل. كلها هذه تسهيلات من شأنها أنها تدفع المواطنين للانتخاب بالخارج. جميل. الشباب مكون رئيسي جدا في العملية الانتخابية ومكون حتى يعني يمثل شريحة كبيرة من الكتلة التصويتية في كل استحقاق
انتخابي. لغة التواصل مع الشباب أستاذة إيريني شايفاها إزاي؟ فكرة اللي حضرتك أشرت إليها فكرة مهمة جدا، الثقافة السياسية، لأي مدى في وعي بالثقافة السياسية وأهمية المشاركة في مثل هذا الاستحقاق الدستوري؟ خليني بس أكد أنه مصر فتية، 60% لدينا شباب، وربما يعني القاعدة الأهم في الدولة أو كيفية التعامل بتأتي مع أول فئة هي الشباب. أعتقد أنه الدولة مش بس انتظرت الأحزاب من أجل الانفتاح على هؤلاء، ولم تنتظر أيضا في مجرد القدر الكافي من المعرفة السياسية، لكن لدينا أكثر من مؤسسة هي معنية بتنمية الكوادر الحزبية أو الكوادر السياسية من الشباب، ويعني انتقاء العناصر الأكثر يعني كفاءة منهم فيما يخص ممارسة الحياة السياسية والتعويل عليهم فيما هو قادم. أعتقد أن عندي البرامج الرئاسية وعندي الأكاديمية الوطنية للتدريب، يعني لم ننتظر الأحزاب، لأن الأحزاب قد تضم فئات عديدة ومن بينها الشباب، لكن أن تخصص لهم هيئات وأكاديميات أعتقد أنك بتعول على شاب مؤهل أكاديميا فيما يخص التعامل مع الحياة السياسية، وليس مجرد معرفة سياسية أو مجرد ثقافة سياسية. أعتقد أن كل هذه الأمور بتأتي أيضا في مجال تنمية الشباب وجعل الحياة السياسية أكثر يعني انفتاحا لديهم. وأعتقد أنه ربما كل هذه الأمور بيحكمها عاملين مهمين جدا، الأول وهو المناخ وليس السياسي فقط، ولكن جودة هذه الحياة السياسية كما ذكرت في البداية، هل هي تتيح لهؤلاء؟ هل هي تؤمن بهؤلاء؟ هل هي أيضا تؤمن بضرورة إفساح المجال من أجل كوادر شبابية سياسية معدة تأهيليا وأكاديميا؟ هذه النقطة. النقطة الأهم إن كانت تؤمن، هل سخرت لهم القوانين؟ وأعتقد أن القوانين فيما يخص تأهيل الشباب سياسيا، فتح الباب أمامهم في البرلمان وفي المحليات ووزراء ونواب وزراء ونواب محافظين، ربما صحيح. الحصص لديهم أو المحاصصة فيما يخص البرلمان تخطت من 15% ل 25% شباب، وأعتقد أنها طفرة. أكيد المحافظات القوية اللي تستعين بها الأحزاب والكيانات السياسية لتشجيع الجميع بقى على المشاركة، ده اللي بنتكلم فيه واللي كنت بدأت بيه وقلت أهمية المشاركة السياسية. يعني نمر بظروف هي حرجة على كافة المستويات سواء داخلية أو خارجية، خلينا نأكد ونكون واقعيين أنه لدينا عوامل اقتصادية أو أوضاع اقتصادية ليست مقبولة بالشكل إياه، رغم التحركات الأجهزة التنفيذية ورغم المناشدات، إلا أنه لازالت الأوضاع الاقتصادية محتاجة بعض التحرك ومحتاجة بعض التكاتف. هذا عامل يحتاج منا أن نتحرك، إن كنا يعني نحتاج لي أو نطلب تنمية سياسية أو تنمية على كافة المستويات اقتصادية ومجتمعية. بالتالي أعتقد أن الحافز الأهم فيما يخص ضرورة النزول للإدلاء بالأصوات هو تغيير الأوضاع، وهو تكملة ما بدأه السابقين أو المتاحين، والبناء على ما تم يعني ويعني حققناه البناء عليه. فبالتالي أعتقد أن مجرد التذكرة بضرورة تغيير الأوضاع أو البناء على ما هو قائم يحتاج منا النزول. صحيح أن ما يشاع عن المشاركة السياسية فيما يخص ضرورة أنها مشاركة تضامنية ومشاركة إيجابية، إن كنت تريد أن تكون إيجابي أو تعزيز الولاء الوطني لديك، كل هذه المحفزات المعنوية والنفسية هي رائعة، لكن يبدأ أيضا المحفز الأكثر فاعلية صحيح. وهو التركيز أننا نحتاج للتغيير ونحتاج للبناء على ما هو موجود. صحيح. أشكرك شكرا جزيلا أستاذة إيريني سعيد الكاتبة الصحفية والباحثة الأكاديمية في العلوم السياسية، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتكم، بشكركم شكرا جزيلا.